لا يا عباس، مش عايزاك ومش طايقه العيشه معاك. ويلا اتفضل بقى عشان عايزه اخد شاور. جرى يا صفصف، هو الشاور بتاعك ده اهم مني يا ست؟ انا بحبك كده من غير شاور. بص يا عباس، طول ما انت بتداري على ابنك وخايف عليه وبتطلعني مجنونه، بيني وبينك ربنا يوم القيامه. يا صفصف، انت لسه دماغك متربسه على الموضوع ده يا شيخ. انا قلت لما ارجع بيتي هتكوني رقتي وهديتي، نتكلم لنا كلمتين حلوين، نتعشى لقمه حلوه. يا صفصف، انا جبتي تعبت من نوم اللوكندات يا شيخه. ومش حرام ابنك اللي طايح فيا؟ هو انت مفيش في دماغك غير الوسواس اللي اسمه ربيعه؟ يا سلام، يعني انت شايف ابنك بريء؟ اوكي يا عباس، الشقه دي بقى مكتوبه باسمي ومن حقي، وطول ما انت مصمم على اللي في دماغك مالكش مكان فيها. اسمعيني كويس يا صفصف، اذا كنت كتبت لك الشقه باسمك فده لان انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، لكن انا ممكن اخد الشقه منك في اي وقت. على العموم بحق العيش والملح اللي بينا انا هعمل باصلي، هسيبك يومين تكون رجعت لعقلك، فاهماني؟ لا مش هعقل، مش انا مجنونه بشهادتك؟ مش هعقل يا عباس. ويلا اتفضل بقى. الشاور قاعد. مع السلامة يا حاج عباس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي، عليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله. اسكتي اسكتي.